السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة عالم شريفة. اليوم جبتكم واحد الوصفة ديال الشفاه، جبتو في هاد الفترة بالضبط حيت داخلين ان شاء الله على الفصل الخريف، فصل الشتاء، وكنعرفوا هاد الفصل الفصول كيأثروا شوية على الجسم ديالنا وخصوصا على الشفاه ديالنا، اللي كيوليو شوية زرق او مايل للاسوداد، كاين فيهم تشققات والمنظر ديالهم ماشي جميل بزاف. وكاينه حاجه اخرى وهي باش تساعدي نفسك خاصك تشربي الماء بزاف، الماء، وخاص تكون تغذيه جيده فيها تغذيه فيتامينات اكثريه، فيتامين ا، فيتامين سي، فيتامين او. هاد التغذيه هذه كتساعدك بزاف باش تكوني جميله وانيقه، ونتفاداو داك المواد التجميليه اللي ماشي ذات جوده عاليه حيت كتنعكس علينا، كتنعكس على الشفاه، وبالتالي كيكون عندنا شفاه غير صحيه غير جميله في المنظر. من الاحسن نبداو نديرو ترطيب الشفاه ديالنا، نبداو نديرو مواد طبيعيه، مواد جميله واللي تنفعنا وتفيدنا. بالنسبه لهاد العمليه كنحتاجو لجوج مراحل. صدقيني سيداتي هاد العمليه هادي غادي تستغناي على باش ديري البوتوكس ولا الفيلر للشفاه، حتى العمليه جميله جدا وغتعجبك ان شاء الله، وتجربيها يوميا حيت موادها سهله جدا وفي متناول الجميع، مواد طبيعيه في البيت وفي الصيدليه. ان شاء الله نبداو. غادي نجيبو جوج معالق ديال سنيده سكر، سنيده كنجيبو جوج معالق كنديروهم في واحد الاناء، ايه كنجيبوهم وكنديرو زيت اللوز. اللي ما عندوش زيت اللوز يدير زيت الزيتون، ما فيها بس زيت البلديه كنقولها، او زيت الزيتون ما فيها حتى شي حاجه. وكنجيبو فرشاه سيداتي، فرشاه اللي غادي تكون جديده ما كتستعملش الاسنان، هذه فرشاه خاصه غير خليها غير الشفاه ديالك، فرشاه جديده تكون. ونجيبو داك الخليط ونحركوه مزيان، نحركوه ونوضعو الشفاه ديالنا، ياك نوضعو الشفاه ديالنا، ونبداو كندورو حركات دائريه بلطف، حركه مده ربع ساعه، حركه دائريه. والسكر نكثروا هاد المواد، هاد الماده السكر مع زيت اللوز، نديروها مزيان في الشفاه، نبداو نديروها كحركه دائريه بحال اللي كنديرو ان غوماج، كنديرو ان غوماج. هاد العمليه كترطب الشفاه، وزيت اللوز كيبيض الشفاه، كيجعلها تكون ناصعه، كيحيد داك الزروقيه اللي كتكون فيها. من بعد هاد العمليه اللي درناها باش كنقشرو الشفاه، كنغسلو الشفاه ديالنا، كنغسلوهم وكنديرو سوا كنديرو زيت جوز الهند اولا كنديرو زيت الزيتون في الشفاه ديالنا، نرطبو مزيان ونبقاو نرطبوه مزيان. ومن بعد كنجيو للعمليه الثانيه. مع العمليه الثانيه واشنو هي؟ كنجيبو هذا، عندي فازلين من الصيدليه، هذا فازلين درتو هنايا، ها هو هنا فازلين من الصيدليه بحال اون بوماد، فازلين ماشي سائله، هذه مهمه جدا، فازلين بوماد زوينه بزاف للشفاه، واخا تدخل عندكم في الحلق ديالكم ماشي، ما تخافيش، حاولي تفادي. وديري القرفه، معلقه صغيره عامره القرفه، ونخلطوا جيدا هاد المكونين بجوج، نخلطوهم. صدقيني القرفه عجيبه، قرفه راها كتعوض على البوتوكس، القرفه كتنفخ الشفاه، كتنفخهم واحد الدرجه خياليه، كتنفخهم وترجعهم ممتلئتين، والفازلين كترطبهم وترجعهم ورديين، بحال غادي تنعشي الشفاه ديالك، غادي ترجع المنظر ديالهم في النهار الاول منظر اخر، ترجع شفاه جميله بزاف، وكلشي غادي يلاحظ الفرق ديالك. دونك نجيبو هذا الخليط وندهنوه على الشفاه ديالنا، ندهنوه بواحد لاكونتيتي، واحد الكميه مزيانه، ونخليوها على الشفاه فتره ديال 20 دقيقه حتى 25 دقيقه، نخليوها في الشفاه ديالنا. ومن بعد كنغسلو بالماء دافي، كنغسلو مزيان الشفاه، وعاوتاني كنرطبو نديرو في التالي زيت جوز الهند اولا زيت الزيتون اولا زيت اللوز اللي بغيتو، كلشي مزيانين للشفاه.
وغتلاحظي سيدتي الفرق في النهار الاول، غتلاحظي منظر زوين، الشفاه ممتلئه ورديه عجيبه جدا. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، ونتمنى تجربوها ان شاء الله، ونتلاقاو في حصه اخرى بحول الله.